مساء الخير، هذا أكسيل بن علي بن محمد بريك من منفاه الباريسي المؤقت، يحييكم ويشد على يديكم كالعادة. أنا كان أتفرج فيكم تسبوا في إبراهيم القساس ولا البساس ولا الخراي ولا البويل ولا اللواجيست اللي هو، لكن نسيتوا كيف يشطح في التونسية يميل في حزامه. ممكن تعرفوا تعملوا التكنولوجيا شوية، يعملوا بارتي وقت اللي هو الله أكبر وقت يدخل يتقزع بالشخر على زبوبنا، عملوا مونتاج حطوه كيفاش كان يشطح ويبزنس وفضايحه في النصر وفي غير النصر وفي سورة العصر وفي سورة زبور خالتمكم القحبة يا طحانة يا رهدانة، مش الناس الكل تبعك. في إبراهيم القصاص هو نتاج للمجتمع السكيزوفريني المتخلف اللي كتب على زبي تاريخا انه تولد ونكون موجود فيه في الوقت هذايا، لما نيك ما تولدش عندي 2500 سنة، تولدت في عهد الكرب والقحب والترهدين والنفاق. قال لك القساس 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 يشبه لكم كيف كيف الزب. انت مسلم اي مسلم، انت مع الشريعه لا مش مع الشريعه، ما لا مع الزب ورمك ما لا باش مسلم. وكل ميبون الطالبي قال انا الشريعه ما فماش، فما انك انا من بل القران، والقران اش فيه؟ فيه ربعن سيف، فيه الرجم، فيه قطعان الروس، فيه قتل المرتد. قال لك احنا من عود تكفيريين تكفيريين بشنو ترويق بارد متاع زب ورمكم تمنعوا العصبة تكفيرين، واللي يقول انا كافر اش تعملوا تقتلوه، واللي يقول انا كافر ما عندوش حق ولي رئيس طب مش توسي. فما ميبون اكثر ما كنا ياكل توا في مجلس الوطني التخريبي متاع زبهم، فيهم برشا عندهم بي ناسيوناليتي، يعني عندهم جنسيه بريطانيه وفرنسويه وانجليزيه. انا زبدي عندي كان جنسيه واحده تونسيه ولا القحط، نتحدى اي ميبون في التاريخ يقول انه جا البريك عنده جنسيه ثانيه. يعني ياك كلكم منافقين وتحبوا مادام في الاخرين باهي سي بون. اي والمرتد زب واللي عطاو 7 سنين ونص واللي باش يعطيوه كل ابراهيم القصاص وتسبوا فيه، انت ما تشبهوا له كيف كيف الزب. انت مسلم اي مسلم تحب على الشريعه ما نحبش، يبرنيكمكم القعده يا رهدينا يا منافقين. شوفوا شوفوا ما دامكم تتبعوا فرويق البارد نتاع زبي والسكيزوفرين والانفصام في الشخصيه هذايا، معناتها عندكم مخ بزوز رؤوس، معناتها راس بزوز مخاخ، مخ مسلم مؤمن بالله ومخ كافر. اي معناتها شنو ما تحبوش تطبقوا الشريعه زبي، ما كومش مسلمين اخي. تو هو الاربع نساء ربي ما حرمهمش، قال لك ان لم تعدل ولا شنو لن تستطيع ولا شنو فيما معناه. اي فما عقوبه للي ياخذ ربع نسيه يعيش مع حياه خريئه، ها عنده عقوبه ما عندوش عقوبه. دونك نيكمكم القحبه، فما ربع نسيه، فما ما ملكت ايمانكم وترم نتاعكم، اقراوا قرانكم زيد، اقراوا دينكم، تعلموا دينكم، تفقهوا في دينكم. اللي قراه لكم في المكتب هذاك نموذج منمق منافق بورقيبي، اكل يا اكل يا اخو كعبه الحربوشه مش ولا مره، ونيكو حتى يدورها بالعسل والسكر، اما ما تمشيوش للمر الحقاني الصحيح. قراو ديكم يعطيكم زبه على عينيكم، ونحن عرب زبوا رمكم. انتم تحبوها السعوديه، تحبوا الخليج، انتم تحبوهم تقولوا عرب عرب زبوا رمكم القعبه. انتم كي تمشيو السعوديه يعتبروكم بشر، تيمكم عبيد زكمكم من هيك غاديك في السعوديه. وهابش اقول نعاودها مره اخرى، عشرات ومئات من النساء حول الكعبه حين بداوا يطوفوا يبداوا بعثوا فيها، يا يعني ياك قالوا هذه برشا ناس، ومنهم واحد حكيها لي على امه. انا شفت بامتر ماتر دو نومي كي سي، مي بو كان شخصيه كبيره في تونس. بون دو كونار قالوا ابراهيم القصاص ولا زيب ابراهيم القصاص باك ترهدين نتاعو وغير على دينه شهرين وثلاث شهور قبل يشطح ويميل ورنا في زعكته، زعكه الفيالي نتاع الزبي هذايا، ان ياك المنافق الرهدان اللي كيفكم. هذا قاعد يتوجه لجماهير الشعب الجهلة المنيكة وتأثروا به يبكي غار على دينه، ونساو كي كانت ترمت وتشطح كي قحبة بن نعيم. برينا زب ورم النهار اللي فقت بيه والمؤله والاله بن شلام ما يحكمش، يستعملوا فيه باش ينيكوكم انتوما يا طحانه، اما مش باش ينيكو بعضهم. هو على زب ورم النفاق نتاعكم. ابراهيم القصاص لا هو الا ما هو الا وجه من وجوهكم القبيحه القذره. اغلبيه الشعب التونسي منافق، حشتي كان ب 10% والباقي بقر. تنيكم ما كان عندي سلطه وقوه لما سكت زب ورمهم 90% ونخدم زب ورمهم كالعبيد.
سكيزوفرينيا القحب ونيكا بو على زبور من نهار اللي تريد فيه.